قلعتني وقلعت هاني معتره طرفه. انزنيها ننشنك. حاضر. هاي نيفين مسكينه كتير. نيفين مسكيني متعينه متعينه. قال مسكيني قال. ولك نسيتي شو سويت فيك يا انسي رولا؟ لا ما نسيت. الصناحه الصناحه لو بدك تزعلي مني يا دنيا، الست نيفين كانت كنيمه معي. ايه كانت كنيمه؟ يعني الواحد بده ينزل بالجونه لازم يحكم ضمينه. الهي اشوفك بهالجوره باقرب وقت. والكذابه يا طرفه. الكريمه معاكي؟ معلوم بدها تكون كريمه معاكي، ما انت اللي بتزقي فضله الاكل من عندها، وانت كل غرض مطبوش ومكشور بتحجيب هالسك وقامت وخبزت، وانت اللي بتاخذي من عندها جبنه الروف كورت. روكفورد دنيا، اسمها روكفورد. شو بيعرفني انا؟ المهم دقتها وطعمتها معفنه تعفون الحاصل. وبدي اقول لك انه طرفه ايدها ماسكه حبتين، كيف لا كانوا ما في شيء بيمر من تحت ايدها الا بتوصف. يقطع عمك يقطع عمك. صحيح مانك صاحب. يا خصانه يا دنيا يا خصانه يا خصانه. تنعذب اني تعذبت انا اجني. بكفي ان اعطني ست نيفين مشانك عيني. ايها تعالي طرفه لا تطلعي يا ست نونا. ما بدي هي كلامها دش بس قلبها طيب. بدي خلاص بدي اقعد ما بدوش بدني. يا خصانه يا دنيا يا خصانه. هيك يا طرفه انا قلبي مكسور عليكي لو بتعرفي يا انسي رولا. وين ساكني طرفه وين مسكنتني معاها؟ بدرخوشي مطرح ما ضيع القرد ابنه ولا شو حاوي كل هالمصريات ما بعرف. ولي طرفه وين عم بتروحي بالمصريات تاعيك؟ انتي ما دخنك فتح حساب بالبنك انسي نونا. ايها بكره بيتجوزك شي واحد بيكون داخل على طمعه وبيشفط لك كل المصريات. هالمقصوف النقبه نقفه نو نضي يتجوزني. كنت عطيته نوحي مو بس مصنياتي. اي نعم بس كانت رقبتك انخلعت رقفات ابعد من نجوم السما عنك ولك طرفه. طبعا كنا من حضنتك اصلا. لو ناكي كان نقفة تتجوزني. الله يسامحك. ايها 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 وقت انا السبب يعني فكشت جوازتك على اساس رقفات جاب اهله وجاب الجاهه وراح لعند ابوك وطلب ايدك بس ابوك يتعفف ما رضى. زيحي هيك زيحي من عينك وعامل رايحة خلي خلص الثانية لا خلص لعبني ما بتتعشري ما بتتعشري. فوتي عدي ما بدي انا بس اعصب بوقتي. فوتي عدي بلا ولدني تعالي زيحي اجيكي زيحي وحدة بوحدة. ها طرفة بدي اسألك سؤال يعني حتى لو محرج. انت ورقفت بتحبوا بعض؟ حاجة عني مثل تراكتور بتلوع. حكاية الصدق حطي عينك بعيني خليكي واقعية طرفة. حبك ولا لا؟ وعم تحكي نحوي كمان. شو بده يسوي الواحد يعني لازم يتطور. كيف لكان بده يضل محدود يعني؟ انسي رولا اللي طلب عندك يعني. ايه اذا انا بقدر بخدمك على راسي امري شو يعني. بالمختصر المفيد الحاصل يعني انا ماني طايقه العيشي عن طرفه بهالدرخوشي والله مخنوقه من هون يعني. ايه قلتني يعني بجوز انت لازمك وحده تساعدك بشغل الدار من غير اجره. انا بساعدك. ايه دنيا انت بتعرفي ما في غير انا وبابا بهالبيت. ايه بعرف. كيف ما بعرف؟ معلوم بعرف انك انت وابوك ساكني هون. وين المشكله؟ طيب انا بساله اذا قال ايه انا ما عندي مشكله بتمنى تيجي تقعدي معي. كتير خيرك. اسألي خير بتسوي يعني. اذا رضي بشتغل عندك وان ما رضي كمان بشتغل عندك.